السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد، فيديو جديد آخر للشيخ أحمد سلمان بعنوان النواصب والحديث النبوي حقائق وبينات. راح نوصل إلى حقيقة كارثة كبرى بهذا الفيديو، راح نترك لكم الكلام مع الشيخ أحمد سلمان، راح نترك الفيديو للشيخ أحمد سلمان وهو يشرح إن البخاري يرى الإمام جعفر الصادق والعياذ بالله وأستغفر الله يراه ضعيف فلا يروي عنه. إخواني أخواتي ركزوا ودققوا بالكلمات التي سيبينها الشيخ أحمد سلمان، لكن كبداية راح ينقل الشيخ أحمد سلمان يعني ثناء وتبجيل وتمجيد وتعظيم علماء أهل السنة والجماعة لهذا الكتاب، كتاب قد يكون أصح الكتب مع كتاب الله، ولا أقول بعد كتاب الله لأن هناك مقاطع لوهابية ولسلفية يقولونها إن كتاب البخاري هو مع كتاب الله، لا يوجد به خطأ أبدا أطلاقا نهائيا. فالآن الطامة الكبرى عفوا مثل ما ذكرت هي راح يبينها الشيخ أحمد سلمان بأن البخاري أعرض عن رواية أهل البيت عليهم السلام، أعرض عن الإمام محمد الجواد عليه السلام، أعرض عن رواية علي الهادي عليه السلام وعن الإمام الحسن العسكري عليه السلام وعليهم السلام جميعا، وأيضا لم يروي عن الإمام جعفر الصادق. عنوان هذا الفيديو لأنه كان يراه ضعيف. أخوان نستمع ونعقب فخليكم معي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. من المفترض أن الآن جميع من تابعنا في الحلقات الثلاث السابقة أصبح يعرف ما المقصود من النواصب، ويعرف كيف تحول النصب من حالة نفسية إلى مشروع سياسي، ثم كيف تحول إلى مشروع ديني، ثم كيف انعكس هذا المشروع الديني على كتب الحديث تحديدا. وسؤال تكرر أكثر من مرة، أين أثر النصب اليوم؟ فارتأينا أن نبدأ بمناقشة أهم كتب الحديث، ونزولا عند رغبة الإخوة والأخوات حفظهم الله جميعا سنبدأ بصحيح البخاري، هذا الكتاب الذي دائما ما يذكر ويستدل به ويتناول شدا وجذبا وغدا ودفعا. اليوم نريد أن نقف عند هذا الكتاب. طبعا كمقدمة سنذكر ما قيل في حق هذا الكتاب بحيث يعلم المتابع لماذا بدأنا بخصوص هذا الكتاب. ابن الصلاح صاحب المقدمة، مقدمة ابن الصلاح التي هي متن الآن يدرس في علم الحديث في علم المصطلح، يقول: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما كتب هو قاله، لا شك فيه أنه لا يحنث. يعني كل حرف منسوب للنبي صلى الله عليه وآله في هذا الكتاب وصح. ابن كثير عنده كلام أعجب حقيقة، قال إمام أهل الحديث في زمان أي محمد ابن إسماعيل ابن بردزبه البخاري، والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه، وكتابه الصحيح يستسقى بقراءته الغمام. يعني إذا أردتم أن ينزل الغيث النافع ما عليكم إلا أن تقرأوا البخاري بهذه النية. وطبعا هذه كانت القضية متبعة في بعض الدول بين قوسين،
وأجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه، وكذلك سائر أهل الإسلام. إذن كتاب هو في نظري من ينتمي لهذه المدرسة هو الأفضل على الإطلاق، الأتقن، الأكثر إتقانا، الأدق، الأضبط، إلى غيرها من الصفات. وطبعا الكلمات في هذا الجانب كثيرة جدا. نحن لن نتناول البخاري ككتاب أو البخاري كشخص مطلقا، وإنما حديثنا حول قضية النصب. هل شخص البخاري وكتاب البخاري فيه علامات وأمارات للنصب والنواصب أم لا؟ بعبارة أخرى، هذا النفس الناصبي الذي تحدثنا عنه في الأسابيع الماضية في الثلاث جلسات، هل هو موجود في البخاري أم لا؟ طبعا ظاهر الأمر أن التهمة حاضرة حتى عند الطرف الآخر، لذلك نجد كثير ممن كتب في تمجيد البخاري حاول أن يثبت حبه لأهل البيت عليهم السلام. الآن سأعرض عليكم على الشاشة كتابين. الكتاب الأول بعنوان البخاري وأهل البيت، الكتاب الثاني بعنوان البخاري وروايته عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. كتابان لرجلين مختلفين. لماذا كتب في هذا الموضوع خصيصا؟ لما أنا الآن أمامنا كتاب البخاري وأهل البيت، نعم، وأهل البيت، نعم، نعم. لما تقرأ مقدمة الكتابين تتحدث عن وجود شبهة في قضية النصب بالنسبة للبخاري. هذه الشبهة تستدعي تأليف الكتب للدفاع عن البخاري، يعني نفس تأليف هذه الكتب والقيام بهذه المرافعات المطولة، كل الكتب مئات الصفحات ليست كتيبات، كتب طويلة، دليل على أن البخاري في موضع اتهام، يعني على الأقل هو متهم. نحن لا نأخذ كلام في السماء معلق ونقول لا، تهمة موجودة، والدليل على وجود هذه التهمة أنهم اضطروا لتأليف الكتب المطولة للدفاع عن البخاري. وبالمناسبة شيخنا، الذين ذكروا هذه الحقيقة يعني ليسوا مثلا خلينا نقول الشيعة، وإنما الطرف الآخر، ولذلك حتى حديثا في مصر وفي هذا اضطروا إلى عقد مؤتمرات ضد الأخوة السنة في مصر عندما بدأوا يتكلمون أن البخاري هو كتاب يعني لا يمكن أن يفتخر به الإنسان من الجلد إلى الجلد. فالكلام لا يخص الشق الشيعي، وإنما هذا الكلام للسنة ضد البخاري. تفضل. جميل. الكتاب الثاني البخاري، رواية البخاري عن أئمة أهل البيت، في المقدمة يذكر هذه القضية أنه ألف الكتاب نتيجة عشرات من الناس يسألونه عن علاقة البخاري بأهل البيت. قال بالنهاية لابد أن، لا أستطيع أن أكتفي بمجرد الإجابة، لابد أن يؤلف كتاب كامل. يعني التهمة موجودة ليس فقط في الوسط الشيعي بل في غيره. على كل حال، الآن نحن في مقام الادعاء، سأقدم أنا دعاوى. من يريد الدفاع عن البخاري ودفع هذه الدعاوى لا بأس بأن فيما بعد يصعد ويأخذ اللاقط ويجمع. نحن فقط سنذكر بعض المعطيات الموجودة في الكتب المختلفة. نبدأ الآن بالإدانة الأولى للبخاري، التهمة الأولى ما هي؟ البخاري في صحيحه أعرض عن الرواية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. البيت العلوي آل محمد معروفون،
أئمته معوفه. لما نأتي إلى شخصية البخاري، البخاري ولد سنة 194 للهجرة وتوفي سنة 256 للهجرة. عاصر من أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين عاصروا معاصرة مباشرة في سن من الممكن أن يروي عنهم، عاصر الإمام الجواد سلام الله عليه والإمام الهادي صاحب هذه المناسبة اليوم والإمام العسكري عليهم السلام جميعا، ولا خلاف أنهم كانوا أئمة في الدين في الفقه وفي الحديث وفي غيره. الآن لما نفتح البخاري، هذا الرجل قام برحلة علمية مطولة وذهب إلى مشارق الأرض ومغاربها، هل روى عن واحد من أئمة أهل البيت الذين عاصروه وعاصرهم؟ الجواب لا وألف لا، لم يروي عن أحد منهم. أنا ذكرت ثلاثة من أئمة الشيعة الإمامية، حتى العلويين من غير الإمامية أو من غير أئمة الإمامية البخاري لم يروي عنهم ولا عن واحد منهم. لذلك لا تجد في شيوخ البخاري الذين روى عنهم في الصحيح علوي، غير موجود. وهذا يرجعنا إلى ما ذكرناه حول المتوكل العباسي. الآن لابد أن نربط بين الأحداث. جيد، هناك أئمة سابقين لم يعاصرهم البخاري ولكن من الممكن كان أن يروي عنهم بوسائط. نفس الشيء، نجد أن البخاري أعرض عنهم، أعرض عن الإمام الرضا، أعرض عن الإمام الكاظم، أعرض عن الإمام الصادق، أعرض عن الإمام الباقر وهكذا. يعني عمليا لم يروي عن إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام. جيد، هنا سؤال، قد يقول قائل أن عدم الرواية لا تعني أن له موقفا سلبيا منهم. قد يقول قائل لا، مثلا هو لم يروي عنهم افترض جهلا بهم مثلا، أو أنه لم يصل إليهم. الجواب لا، البخاري لم يروي عنهم لموقف منهم. وأنا أعطيكم مثال، مثال واحد حول إمام من أعظم أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. لا يشرك لا سني ولا شيعي ولا زيدي ولا إباضي ولا معتزلي أنه من أئمة العلم الذين كل أهل الإسلام يفتخرون به. حتى الكيمياء وأهل الكذا اللي البشرية تفتخر بالإمام الصادق عليه السلام، البشرية. جيد، البخاري لم يروي عن الإمام الصادق. السبب، الحمد لله ابن تيمية تحدث على لسان البخاري. ماذا قال لما أراد أن يجيب لماذا البخاري لم يروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق؟ قال: وقد استغاب البخاري، استغاب من الغيبة، سجلوها عندك، وقد استغاب البخاري في بعض حديثه لما بلغه عن يحيى بن سعيد القطان فيه كلام فلم يخرج له. يعني هو لم يخرج للإمام الصادق لأن الإمام الصادق عنده ضعيف. ضعيف لماذا؟ لأن ليحيى بن سعيد القطان طعن في الإمام الصادق عليه السلام. جيد، يحيى بن سعيد القطان ماذا قال؟ قال: في نفسي منه شيء. نرجع للنفسيات المريضة التي ذكرناها الأسبوع الماضي. لماذا يا يحيى لا تروي عن الصادق؟ قال: في نفسي منه شيء.
ومجالد أحب إلي منه. وقعوا من هو مجالد وماذا قالوا فيه. إذن هذه قضية مهمة. عدم رواية البخاري عن العتقة الطاهرة هو لموقف، كان ذو موقف يرى أن مثل الإمام الصادق ضعيف لا تقبل روايته، فطبيعي جدا أنه لن يروي عن الجواد أو عن الهادي أو عن العسكري سلام الله عليهم جميعا. إذن المعلم الأول والتهمة الأولى التي أو الدليل الأول الذي يثبت التهمة على البخاري أنه أعرض عن روايات العترة الطاهرة لموقف منه. الدليل على ذلك ما قاله في الإمام الصادق عليه السلام، هذا أولا. الأمر الثاني وهذا لا يمكن أن نفصله عن الأمر الأول، التهمة الثانية، الدليل الثاني الذي يثبت التهمة الكبرى وهي قضية النفس الناصب الذي يحكم هذا الكتاب. في الوقت الذي لم يروي البخاري عن أحد من أئمة العترة الطاهرة عليهم السلام، نجد أنه قد شحن كتابه بالرواية عن النواصب، يعني المبغضين لعلي عليه السلام، يعني أولاد علي لم يروي عنهم لحرصه على الحديث، ولكن المبغضين لعلي ملأ كتابه من رواياته. الآن سأعطيكم بعض الأسماء، نقرأ مع بعض بعض الأسماء وبعض المواقف، والعدد الذي تريدونه من الأسماء أنا جاهز. نبدأ الاسم الأول وهو الشخص الذي مدح قاتل علي، بعد هذه أعلى مراتب النصب، والذي لا يشك أحد في أنه ناصبي، عمران ابن حطان الخارجي، كان رأس الخوارج. الذهبي يقول في ترجمته، يقول وثق وكان خارجيا مدح ابن ملجم. هذا مدح، ماذا قال؟ قال يا ضربة من تقي، ابن ملجم تقي، ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني قاتل علي أفضل الخلق عنده. هذا الرجل الذي يمدح قاتل علي والذي يرى أن قاتل علي أفضل الخلق، البخاري روى له في صحيحه. بعد القضية عندكم الآن، هذا مثال. مثال آخر، حريز ابن عثمان الحمصي أو الرحمي، وتعرضنا له في السابق. قال ابن حبان الآن يترجم له، قال ولد سنة 80 ومات سنة 63، وكان يلعن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بالغداة 70 مرة وبالعشي 70 مرة. طبعا يروي عن إذا يحارب علي ويلعن علي، ذولا حبايب يروون عنهم. الرجل كان عنده ورد يومي من أوراده اليومية المشهورة، لعن علي عليه السلام 70 مرة، يعني في اليوم 140 مرة. جيد. فقيل له في ذلك، قال هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي بالقوس، يعني حقده على علي لأنه قتل آباء وأجداد. من هم آباء وأجداده؟ بعد قضية واضحة. وكان داعية إلى مذهبه،
يعني لم ي... لا يدعو لمذهبه، يعني يدعو الناس للعن علي، يدعو الناس لبغض علي، يدعو الناس للانحراف على علي. يعني هذا رجل المذهب يعني الدين، يعني الانتماء دين. يعني يتدين ببغض علي. نعم يعني يتدين ببغض علي بن ابي طالب عليه نعم. السلام نعم نعم جيد. الان هذه شخصيه ثانيه. شخصيه ثالثه، خالد ابن عبد الله القسري. هذا الرجل هو مجرم من مجرمي بني اميه، ولا يقل إجرامه عن الحجاج ابن يوسف الثقفي، يعني دموي بصورة عجيبة غريبة. الآن أحمد بن حنبل أو عبد الله بن أحمد ماذا يقول؟ يقول: سمعت يحيى بن معين قال: كان خالد بن عبد الله القصري واليا لبني أمية، وكان رجل سوء، وكان يقع في علي بن أبي طالب. يقع فيه، يقع العجيب، يقع معناه يسب و... نعم نعم نعم. الآن التتمة: سمعت خالدا القسري وذكر عليا فذكر كلاما لا يحل ذكره، يعني كان يقول كلام فاحش في حق أمير المؤمنين علي عليه السلام. هذا الرجل في يوم من الأيام لما بدأوا كتابة السيرة في أيام الدولة الأموية، قال له كاتب السيرة الذي لعله نفرد له حلقة في يوم من الأيام، قال: إنه يمر علي الشيء من ذكر علي، يعني ما ممكن أكتب السيرة ولا أتعرض لعلي، فقال: إلا أن يكون في قعر جهنم. قعر جهنم. هذا الرجل كان من المشرفين الأوائل على كتابة السيرة بين قوسين الأموية وليست النبوي على كل حال. معناها لحظة شيخنا، معناها انه ذول الحكام المعينين اللي يسيطرون يقول له اذا في قضايا ذم علي بن ابي طالب وتضعه في قعر جهنم، والله يا ريت له بحبر من ذهب، سطروها بحبر من ذهب. هذا تراثكم، هذا هو تراثكم. تفضل شيخنا. زين، ناخذ راوي رابع: إسحاق ابن سويد العدوي. الآن نذكر ما قاله فلان وفلان. روى له البخاري مقرونا أبو حاتم، قلت ذكر الحديث الذي رواه، قال: ذكره العجلي فقال ثقة، وكان يحمل على علي، يعني يسب علي بن أبي طالب. وذكره ابن حبان في الثقات، طبعا أنا أقرأ الآن من تهذيب التهذيب، وقال أبو عرب الصقلي: كان يحمل على علي تحاملا شديدا، وقال: لا أحب عليا، لا أحب عليا. وهو سمع من النبي، سمع من النبي أن حب علي إيمان وبغضه نفاق. معناه هذا، شوف الجحود شيخنا، يعني يقول له الله، ما معناه يقول لي رب نعم. العالمين، أنا أنت قلت لي حب هذا وأنا جاحد لك يا رب العالمين وأنا أكره علي بن أبي طالب إلى هالدرجة. جيد، أنا أعطيك أسماء أخرى عجيبة. عبد الله بن سالم الأشعري قال: من الأثبات في الحديث، الدارقطني يقول: وهو سيء المذهب له قول في علي بن أبي طالب، قيل يسب، قال نعم. بعد هذا واضح. هذا منه شنو اسمه شيخ نعيده؟ عبد الله بن سالم الأشعري. جيد. الآن اسم الأخير سأذكره: خالد بن سلمة، وكان يعرف بالفأفأ، له لقب. اسم هذا المصيبة أستاذ وعد: كان خالد بن سلمة الفأفأ رأسا في المرجئين، وكان يبغض عليا، يعني مرجئ من جهة هذا العقيلي في الضعفاء، ويبغض عليا. العجيب هنا، اسمع هذا النص، هذا خطير أستاذ وعد، جدا خطير. ابن حجر العسقلاني ينقل هذه القضية،
قال وذكر ابن عائشة أنه أي خالد بن سلمة الفهم كان ينشد بني مروان الأشعار التي هجي بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني كان يهجو النبي، كان يذكر الأشعار التي فيها هجاء للنبي. وهذا بالفعل من سب عليا فقد سبني، من أبغض عليا يقينا هو مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا راوي يسب عليا ويسب النبي ويهجو النبي ويروي له البخاري، نعم، لكن لا يروي عن أهل البيت عليهم السلام تورعا وينقل عن هؤلاء. طبعا أنا فقد ذكرت أمثلة 5 أسماء فقط، وإلا لو تريدون أن أسرد قائمة طويلة فلا مانع عندي، لأن البخاري مشحون بالنواصب، مع ملاحظة مهمة أني تجنبت النواصب من الصحابة، يعني من ثبت نصبه من الصحابة، وطبعا أثبتنا أن هناك في الصحابة نواصب. لا والله شيخنا لو تذكر أن المستقبل حلقة، لأن هم ذول اللي فرخوا ذول، الله وكيلك ذول فروخ لذولاك الصحاب، الله وكيلك يا العقيد. المغيرة بن شعبة مثلا، سمرة بن جندب، كل هؤلاء من الرواة. مروان بن الحكم، لهم كلهم نصوص وروايات في البخاري. لا، نحن تجنبنا هؤلاء، جئنا للجيل الآخر الذي تأسس على النصب وعلى بغض علي عليه السلام. فلذلك الدليل الثاني على النفس الناصبي في صحيح البخاري هو أنه كان يروي عن النواصب. حياكم الله من جديد أخواني أخواتي، صراحة الموضوع خطير، الموضوع يعني ما تعرف إنه شلون تصنفه، شلون تخليه بخانة أو بخانة أخرى، حتى تقول إنه شنو اللي يجبر هذه الأمة تبتعد عن أهل البيت عليهم السلام وتأخذ من شخص، والعياذ بالله، يرى الإمام جعفر الصادق اللي يفتخر به العالم أجمع. والله يعني أنا ما استمعت اليوم، يعني أنا من الممكن أقول إن الطرف المخالف يعني أقول إنه يجهل جاهل مغيب لا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا الناس أجمعت، جميع الأمة، جميع العالم عفوا، أجمع على هذه الشخصية الجليلة، شخصية الإمام جعفر الصادق عليه السلام. أنت يا بخاري تراها ضعيفة بأي حق وبأي وجه، لماذا لم تروي عن أبناء الإمام جعفر الصادق؟ لماذا لم تروي عن أبناء الإمام جعفر الصادق؟ ذكر الشيخ أحمد سلمان هذه الأدلة، هذه البينات، وكالعادة لا يوجد جواب أخواني أخواتي، لا يوجد جواب، فقط تشتيت للحلقة وابتعاد عن موضوع الحلقة الطامة الأخرى التي بينها الشيخ أحمد سلمان، إن البخاري يروي عن مجموعة كبيرة جدا من النواصب كانوا يسبحون وكأنما يسبحون بلعن الإمام علي عليه السلام. نعم يسبون الإمام علي عليه السلام، عمران بن حطان، نعم بن حطان هذه شخصية مدحت بن ملجم، وشخصيات مثل ما ذكرها الشيخ أحمد سلمان ولا داعي لتكرارها. نبين لكم نموذج مهم، إنه أنتم يا أهل السنة والجماعة، يا من تنتمون إلى هذه الدائرة، تبرأوا من هذا الفكر أو دافعوا عنه، لا نريد إلا دفاع، لكن دفاع بشرط أن يكون دفاع حق، دفاع بدليل، دفاع ليس مجرد لمجرد الدفاع والتعنت. أخواني أخواتي، الحلقات مستمرة، البحث مستمر، فدافعوا أو تبرأوا، هذه رسالتنا لكم أخواني أخواتي. إذن نترك لكم الحكم، نترك لكم التفكير، تفكروا تدبروا، ولكن لا تفسروا وتؤولوا، إنما أعطوا دليل أو أعطوا حجة بأن البخاري لا يكره البيت عليهم السلام. أخواني أخواتي، شكرا جزيلا لبرنامج سؤال بريء، شكرا جزيلا للسيد، أو نعم للشيخ أحمد سلمان، وبالتأكيد للسيد ميثم الموسوي، لكن شكرا جزيلا لهذا البحث ومن فكر بهذا البحث، ومن إن شاء الله ينجح هذا البحث بالنشر، بالمشاركة، بأي شيء يستطيع من خلال توضيح عقيدة البخاري بأهل البيت عليهم السلام. أخواني أخواتي، تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.